اللي بيتم في الدورة ومدى أيضا الاستفادة من هذه الدورة وأهميتها لينا، إن احنا سواء لينا وللسودان وعاظ أو واعظات أو أئمة وواعظات، أهميتها إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي الحقيقة أكاديمية الأوقاف الدولية نقدر نقول إن هو صرح علمي أكثر من رائع. أنا كان لي الشرف الحمد لله من فضل الله إني تخرجت من الدفعة الأولى من أكاديمية الأوقاف الدولية، واشتركت الحمد لله، والفضل يرجع بعد الله عز وجل لمعالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة على الطفرة وهذه النقلة العلمية الرائعة في بالنسبة للأئمة والواعظات. واشتركت في هذه الدورة، دورة يعني متنوعة فيها أمور كثيرة بتجمع ما بين العلوم الشرعية والعلوم التطبيقية. يعني النهاردة مثلا كان في من المحاضرات اللي كانت موجودة جنب العلوم الشرعية، هتلاقي حضرتك علم الاجتماع موجود، هتلاقي حضرتك في حاجة خاصة بالإعلام موجودة. فكون ان يكون في تنوع، التنوع هو ده اللي محتاجينه في تجديد الخطاب الديني. ان الإمام او الواعظة اللي بيتحدث ما بيبقاش بيتحدث فقط عن شق معين او يبقى عارف شق معين، لا، ده محاط بكثير من المعلومات الصحيحة اللي واخدها من مصادر موثوقة. وده يمكن اللي احنا بندرسه في أكاديمية الأوقاف الدولية، واللي يعني اخواننا واخواتنا من السودان الشقيق جم وبيدرسوا معنا في هذه الدورة، وربنا يسر ان شاء الله بإذن الله وتؤتي ثمارها. لان الدورة الاولى كانت برضو للأئمة، وللأئمة ما كانش فيه واعظات. لما احنا سافرنا السودان اول قافلة للنساء للسودان، نعم، هناك قالوا احنا عايزين ندرس، يعني الواعظات السودانيات قالوا احنا عايزين ندرس في هذه الأكاديمية اللي فيها كل هذه العلوم. واحنا استأذننا معالي وزير الأوقاف، وبالتنسيق ما بين معالي وزير الأوقاف ومعالي فضيلة وزير الشؤون الدينية والأوقاف في السودان، تم الموافقة على أن أخواتنا السودانيات يجوا يدرسوا معانا. لأن فعلا الأكاديمية بتطلع فكر حديث، فكر متجدد وسطي في جميع يعني جميع التخصصات. ما نقولش بس احنا بندرس علوم شرعيه ونقف عند هذا الامر، لا، بالعكس احنا بندرس كل العلوم الحمد لله من فضل الله. يعني طيب، احنا درسنا حتى فيها لغات اجنبيه ودرسنا حاجات، هنرجع نتكلم على التفاصيل ان شاء الله.